بتحقيق مطالبنا ولا وهي الخدمات البسيطة في المنطقة علما ان الماء. نعم راجعنا المحافظة ايضا اجتمعوا ويا عدد من وجهاء الاجار ووعدهم بالوعود ولكن الوعود اخذت هباء بالاضافة ان المناطق اللي المتضررة اللي في هذه المنطقة هي الفلاحية القديمة منطقة حي الامام رضا السياسيين حي الجامعة. تعالوا لنا طامسين جهالنا طامسة بالطين نسواننا طامسة بالطين الدنيا انقلبت علينا ما يصير هيك عايفين ورايحين صار لنا سنين صارنا بهاي المنطقة ما حد مر علينا وسأل علينا 12 سنة ماكو خدمات هاي خدمات ماكو هاي ذاك اليوم جوا فلشوها وراحوا شو مسوي قاطع الشارع على مو يسوي لنا حل عشيرتي وعمامي فلاحية عامة من الشرق إلى الغرب احنا مركوبين من كافة الخدمات والممتلكات لا مدارس لا كهرباء لا تبليط حفرة والشوارع وخربوا علينا كل الدنيا كانت أحسن مجال تمشي عندنا وتبليط عندنا كان ولكن كلها خربت فنرجو للسيد المحافظ والمسؤولين والشركة لا زال متلكئة ولا تعترف بنا ولا تجينا فعلى السيد المحافظ واتكلم باسم مناطق الفلاحية حي الجامعة السياسيين حي إمام الرضا أخي شركة متلكئة شركة باسم الاسم شركة بها ثلاث آليات أربعة على أربع مناطق شركة بها شفلين شركة بها حفارتين ماكو شيء تلكئ اليوم صار لها سنة وكسور أطفالنا تبهدلت بالطين وبالماي نسائنا مدارسنا يعني احنا اضطرينا ووصلنا لهالمرحلة هذه يعني احنا بال 2023 وجاي نطلع تظاهرة جاي نأذي العالم سياراتهم والنساء والهذا